وتهاجم وقتها. قلت الاستشفاء ان انت تدي اللعيبه راحه، وان الصفقات 13 صفقه. ساعتها انت ريحتهم. دلوقتي انت خدت الناتج بتاعك 5 بطولات في 10 شهور، انت بتتكلم على مده زمنيه قليله جدا. لازم يريحوا تاني، لازم ال 20 يوم لازم هياخد 3 اسابيع. لازم يريحوا 3 اسابيع، ده كويس جدا. واعتقد يفيدوك الفتره الجايه. اربعه اليوم تقريبا 24. ولم يتم الاعلان حتى الان اعتقد. ولا اعلنوا؟ احنا برضه لا يعني مصادرك يعني صحفين. لا انا بقصد ان ما اللي انا عارفه انه هو اخر حاجه اعلنها ان هم راحوا 3 ايام طبعا قبل ماتش المصري، بس بعد المصري خلاص هيريح. في علم كرة القدم الآن الراحة زيها زي المجهود البدني الكبير يعني. على فكرة احنا صحفيين برضه كابتن، هقول لك معلومة. الراجل قال لهم كده بالنص، كولر، احنا شغلنا صحفيين، قال لهم انا عارف كويس جدا ان انتم ما بتشوفوش عيلتكم، عارف كويس جدا ان انتوا عندكم ملل وزهق، والموسم من شهر 9 اللي عدت بدينا لحد دخلنا دينا في شهر 8 11 شهر، الكلام ده مش موجود في اي حتة، انك تلعب 11 شهر متصلة في عدد بطولات كبيرة وتتنقل بين دول كتير وبتلعب. الموسم الجديد هيعمل ايه؟ فمحتاج محتاج 3 اسابيع تفصل. وقال لهم كده فعلا يعني، حتى مع الناس اللي كانت بتنتقد الاداء قدام الداخليه، الراجل وجهه نظره شايف ان اللعيبه اللي قدامه مش قادره. كتر خير طبعا، 11 شهر متصل في 7-8 بطولات ومع منتخبات بلدهم وسفر وبتاع، فالراجل نفسه قال لهم كده. امال هيعمل ايه سريع على رايك السنه اللي جايه؟ الموسم الجاي ارتباطاتها كابتن كبيره جدا، واغلب لعيبه النادي الاهلي طبيعي هتكون مع المنتخبات، وراهم امكانيات وراهم حاجات كتير جدا. بس عايز ازود حاجه، يمكن كولر في المؤتمر عجبني كمان كلامه او توجيهه للجماهير او بعض النقاد في حته ان هم بينتقدوه في قصه التغييرات وفي قصه تغيير اللاعبين واللعب بالاساسيين. هو الراجل اتكلم في نقطه مهمه جدا، قال انا مش عارف ليه بيتم انتقادي في ده، طبيعي جدا انا باخد كل مباراه على حده، باخد كل مباراه انا عاوز افوز بيها، مش شرط مين يلعب، انا اي لعيب يلعب بالنسبه لي لعيب مهم. وانا على فكره يا كابتن انا بشوف ان دايما مميز جدا انك تلعب بتشكيلتك الاساسيه، ممكن مش كلها في بعض الماتشات مش كلها، ولكن هو محتاج يا كابتن يكسب، محتاج يكسب الداخليه. لو ما كانش كسب في الداخليه ما كانش هيكمل في كاس مصر. صح. لو والمفاجات وارده في كره القدم، مفيش كره قدم غير مفاجات، وكاس تحديدا انت لو كنت يعني الجول للداخليه كان يغير لك مجرى المباراه. المباراه الجايه قدام المصري طبيعي جدا النادي الاهلي هيلعب برده بفريقه الكامل، لانه عاوز يكسب اول مباراه لعلي ماهر بقى في المصري، وعاوز يبين لجمهور النادي المصري عايز يلعب بشكل كويس. طبيعي جدا مهم بالنسبه لك عشان تختم الموسم بتاعك، رايح للموسم الجديد محقق كل اهدافك، واصل لنص نهائي كاس مصر اللي هو اللي هيتلعب لسه في شهر 9 قبل بطوله كاس سوبر مصر للابطال. فانت بتتكلم على هو محقق انجازات كلها مع النادي الاهلي، محقق كل التارجت بتاعه. فبشوف ان كمان النادي الاهلي بيكافئ بقصه الصفقات اللي هو محتاجها، واللي يعني التكتيم دلوقتي على الصفقات ما بقاش طبعا زي الاول بسبب الاعلام طبعا صعبة. بقت صعبه، ولكن برضه يا كابتن الهدوء في كل الضغوطات دي كلها، وان اللعيب اسمه بتعرفه، والهدوء وانك اللعيب مقتنع اقتناع تام ان هو يجي النادي الاهلي، ده بيبقى شيء كويس جدا.